بونجورنو بالإيطالي معناته صباح الخير. اليوم نودي قهوتنا لمصنع لا مرزوكو، خليهم يجربونها. شوفوا هالمدينة، مدينة سكاربريا من مصنع لا مرزوكو. الحين بنجرب قهوتنا السلامة في مصنع لا مرزوكو. Francesco, say hi. Hi. Ciao. Okay, now say it. Say it again. ليش خفي مقر العمل عندهم هالمكينة وهالجرايندر، ويعني المكينة لو أي شيء خربان على طول إيه بالمصنع ركب فيها ومرق طيب. قول بسم الله. شكله بطيء. باي كافي. إن شاء الله هالمرة. بسم الله. بطيء. من يبغى لازانيا في صحن لا مرزوكو؟ ماي نكوب لها مرزوكو، ماي اكوا بانا هو الماي اللي يمسحون فيه لا مرزوكو، وتحصلونه على لا مرزوكو لينيا ميني يكون مكتوب عليه ريكومندد. أنا بصراحة توقعتهم مثل سبونسر أو شيء أو دافعين لهم بيزات، وفي نفس الوقت هم يعني جيدين فاعتمدوهم، طلع لا. سألتهم يعني عن هالنقطة، قالوا لا نحن بس شفنا إن هذا مكوناته هي الأنسب للقهوة ولمكينة الإسبريسو، لذلك نسكن فيها. خلنا نشرب الكوفونا. التونة مع زيت الزيتون، زيت الزيتون يستخدمونه في كل شيء. طماطم غريب لونه غامج. اسم الشركة لا مرزوكو، مرزوكو تعني الأسد. هذه العلامة هذه هي مثل وردة وزهرة، هي علامة فلورنس مثل ذا، فلا مرزوكو يعني مثل الأسد. وبالنسبة للشباب اللي ما يعرفون شو معنى أسامة، أسامة يعني أسد. شوف يا جماعة اسمه لا مرزوكو، ما بحد يقول لي لا ماركوزو. أخبركم قصة مضحكة عن طريقة الكلام في فلورنس. في فلورنس بعض الأحيان حسب موقع الكلمة من الجملة، الكلمة اللي تبدأ بحرف السي ينطقونها اتش. فكان يخبرنا أن في وايد أماكن ثانية في إيطاليا يتمسخرون عليهم، خاصة في كلمة كوكاكولا، كوكاكولا ينطقونها هوها هولا. ومع نهاية زيارتنا للا مرزوكو أحب أشكر بالأخص أخوي عبد الله البطيري، جزاك الله خير، واللي سواه لي الواسطة يعني عن سلالات. جزاك الله خير. هذا أكاونته، سووا له فولو، ريال رعي كوفي يعني. ما هذا أبو عادل جاب لنا عنب في طعم شو؟ مشموم. يا سلام. يبالنا نسوي فيه شيء ثاني. عصير يا جماعة، صفوا النية. المرة بيتزا في مطعم صغير قريب من الفندق في هذه القرية رافيولي. يا سلام.
اختار طعم الماسكاربونا، ولا ما اعرف يسمونه هالجبن مالهم، معاه عسل، صراحة طعمه عجيب. اخترت بعد طعم نيوتيلا بالزبادي المثلج او الفروزن يوغرت. والطعم الثالث نيوتيلا مع كورن فليكس العيش او الرايس كريسبي.